جرى اتصال هاتفي الليله الماضيه بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه حفظه الله ورعاه وقد اعرب جلاله العاهل المفدى خلال الاتصال عن خالص الارتياح للنتائج الايجابيه للزياره التي قام بها صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه الى بلده الثاني قطر منذ ايام والتي اكدت حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعميق اواصر الاخوه المتينه وعلاقات التعاون الوثيقه بين البلدين لما فيه خير ومصلحه شعبيهما من جانبه اعرب سمو امير دوله قطر الشقيقه عن ترحيبه بزياره صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه الى دوله قطر والتي ستسهم ايضا في توطيد تلك الاواصر والعلاقات كما وجرى خلال الاتصال بحث اخر التطورات للاوضاع في المنطقه.